الله عز وجل عندما خلق الإنسان أكو شخص يعلم بأن مصيره إلى الجنة، وأكو شخص يعلم بأن مصيره إلى النار، يعلم لو ما يعلم يعلم. ولذلك أنت تقرأ في القرآن الكريم قليل من عبادي الشكور، قلة، أكثرهم لفاسقين، تخلقهم إلى النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس بتوديهم إلى نار جهنم. لماذا خلق هذا الخالق؟ يجيب العلماء هالإجابات. الإجابة الأولى يطرحون نموذج، يقولوا له أكو مزارع وعنده بستان، يريد يزرع هذا البستان كله أشجار تفاح. مو عندنا بالبحرين واحد يجرب تزرع تفاح تطلع عليك ما أدري شنو، ممكن بربير يطلع فيه بدل التفاح، ما عندنا حتى لو سويت أي ظروف إلا بعض الظروف الخاصة يعني على أي حال. فيبغي يزرع هذا البستان كله تفاح، وضع البذور. المزارع عنده علم ويقين بأن بعض هذه الأشجار أساساً ما راح تنبت بعد، وبعضها الآخر بتنبت بس ما بتثمر، وبعضها الآخر بتثمر بس ما بيكون الثمر ذات جودة. يعلم المزارع. وكذلك الإنسان أيها الأحبة، عندما يكون في هذه الدنيا مثل البذرة، البذرة ليش ما طلعت؟ لأنها تصارع عوامل المادة، تصارع التربة، تصارع الحرارة، تصارع الرياح، تصارع العناصر الكيميائية الموجودة في التربة وغيرها. فإذا انتصرت على هذه العوامل وهذه المواد تطلع لك ثمرة، وإذا ما انتصرت ما تطلع ثمرة. كذلك أنت ما تجي إلى هذه الدنيا إلا بعد أن تتصارع مع عوالم شتى، ظروف جمة. أنت قبل أن تأتي إلى عالم الدنيا هذه النطفة تتداخل فيها آلاف الأعراق من أجداد ومن أخوال، وشوف من هو يصيدك بعرق عام، أنت وحظك. تصارع هذه النطفة بعد هالصراع إذا استقرت في رحم المرأة تبدأ تتصارع في المرحلة الحاضنة كما يعبر عنها العلماء، المرحلة الحاضنة عندما تستقر النطفة في رحم المرأة. يقول العلماء الجنين يتأثر بكل شيء يؤثر في أمه، نفسيتها إذا صارت وسواسية، إذا صارت ما أدري شنو، هذا كله يؤثر في الجنين. ومن المستحبات يقول العلماء أن المرأة الحامل قد ما تقدر تكون على وضوء في كل الأوقات، قد ما تقدر تصلي الصلوات في وقتها، تكثر من قراءة القرآن، وإذا تقدر تصلي النوافل والمستحبات، لأن الجنين في الفترة الحاضنة يتأثر بهذا كله. هذا بعد شلون إذا صار الجنين مسكينة امرأة وجننوها أولادها وجننها زوجها وظلت حتى روحها تضربها بعد، مش بيطلع الجنين مجنن مسكين، مش بيطلع بعد هاي الفترة الحاضنة. بعدين عندك الفترة أو مرحلة التربية، عندما يخرج من بطن أمه يصير الصراع بعد أقسى، بيتصارع ويا المجتمع وظروف المجتمع، أمه وأبوه أخوانه أخواله، تتوسع دائرة المجتمع. إذا كان مجتمع منحل، إذا كان مجتمع فاسد، شلون يدخل هذا الإنسان في هذه الصراعات؟ إذا انتصر على هذه الصراعات فإنه يسير نحو الكمال. ترى الله خالقنا إلى الكرامة، المجتمع الفاسد مو حجة، المجتمع الفاسد مو حجة يا مؤمن. كل الديانات الوضعية والديانات السماوية وحتى اللي حرفت الديانات عندها مبادئ ثابتة، هذه ما تتغير. الأخلاق كل الديانات تطالب بالأخلاق الحميدة، ماكو ديانة وضعية سماوية تقول أن الرذيلة محللة، ماكو عندنا ديانة إلا المنحرفين عاد، ماكو عندنا ديانة تقول أن الرذيلة، الكذب، النفاق، الرياء، هذه كلها أمور يرفضها العقل، العقلاء يرفضونها. الله عز وجل أودع في الإنسان، كل إنسان على وجه المعمورة، فطرة سليمة
أنه يحب الخير يكره الظلم، الظلم يحب الأخلاق الحميدة يمشي، هاي أخلاق، هاي فطرة الله تبارك وتعالى التي فطر الناس عليها، أعطى كل إنسان. فإذا انتصر الإنسان على هذه العوامل فإنه يسير نحو الله تبارك وتعالى. الله يقول في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هي طريق الكمال، يعني الله خالقنا إلى الكمال، كرمنا بني آدم، الله عز وجل يقول خالقنا إلى الكمال، إريدنا أن نتلمس درجات الكمال التي وصل إليها عباده المخلصون. وأعظم من وصل إلى الكمالات اللي يعبر عنهم الحديث: إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء، هم محمد وآل بيت محمد.